تتزاوج فيها كرة المضرب وكرة الطائرة، هي التنس الشاطئية. منذ عدة أشهر تجوب مختلف ولايات الوطن شباب من هواة رياضة التنس الشاطئية يروج لها بغية التعريف برياضة تجمع بين اللياقة والمتعة. فان 2015 هكاك بدينا نلعبوا لو بيسينيس. حنا كنا أربعة من الأصدقاء، وكل عام كنا حابين نشاركوا هذا اللعبة مع ناس واحد أخرين، وما كتبش المكتوب العام يجيب عام عام يجيب عام. هذا العام قررنا قلنا نديروا حاجة، باش بروفيت من هذا المنبر هذا باش نحفز النوادي والجمعيات باش يكونوا فروع تاع البيتش تينيس، باش يكونوا عندنا دي ليسونسي ونديروا دي تورنوا ريجيونال، نديروا تورنوا ناسيونال. هذا النوع من الرياضة يعتمد أساسا على ميدان الشاطئ بقواعد خاصة يتفنن ممارسوها في تسديد أبجادياتها فوق الرمال الذهبية. Le beach tennis est un sport officiel olympique dans le monde. On est en train d'organiser des journées porte ouverte pour tout le monde pour découvrir ce sport. Les règles du beach tennis, ça joue le comptage, c'est comme le tennis. Donc il y a des jeux, des sets, deux sets gagnants. Chaque set, il y a six jeux. Par contre, il y a une machine à 100% kiff-kiff. Le serveur, il sert où il veut. Il y a un seul service. انايا كنت ندير تنس على باز، من بعد هما انفيتي ا ديكوفرير هاد لو نوفو سبور، دونك جو سوي بارتي لو فير، انفان جي لو براتيكي سور الجي جو كرو ابري لو كونفينمون. دونك جي ايسيي، جي في دي انترينمون بوندون كالفان بوندون اون سيمين، ابري يا اون كومبيتيسيون، جي بارتيسيبي لا كومبيتيسيون، سا ما بلو. من تماك مانيش نقد كاع نحبس هاد لو سبور. انا بديت نلعب يعني في زيادة، بديت نتعلم شوية. واش عجبك هذا السبور؟ كي تحكم لابال وتعاود تيريها كامل، عجبني بزاف. هنا بوهران تتواصل الأبواب المفتوحة على رياضة التنس الشاطئية، جذب عشاق رياضات الشواطئ في عز فصل الشتاء.